نحن نعيش في زمن قاس. أصفه بالقاسي لأني عندما كنت في سنوات طفولتي كان مجال الحلم والطموح أوسع مما هو عليه الآن. عندها بدل العالم أجمل بكثير. كانت لي أهداف واعدة وأحلام كبرى، لكن تلاشت مع مرور الوقت وتبعثرت. والأمر ليس حكرا علي فقط، فكثير من الشباب العربي قد فقد بوصلة الأحلام في طريق الواقع. تتساءلون لماذا؟ لأن حلم الطفولة قد تجاوز الواقعية بأشواط، ولم يضع الفساد والمحسوبية وقمع القدرات في الحسبان. فحين اصطدمنا بهذا الواقع كانت الانتفاضة ردة فعلنا. تونس، 14 يناير 2011، يوم تغيرت أقدارنا. نداءات، شعارات، هتافات، شهداء، رحيل دكتاتور فحرية. وانتقلت العدوى للجيران. لكن تحولت هذه الثورات من مصدر أمل لشعوبنا إلى كابوس جعل الأمان يهجرنا. أصبح العنف والدم جزءا من عاداتنا، صار الموت والقتل طبيعيا في حياتنا. حصدنا الإرهاب بعد أن كان طموحنا السلام. حصدنا غرق أيلان، صدمة عمران، دمار حلب. حصدنا نوعة أمهات وحرقة آباء. حصدنا البكاء والآلام. حصدنا الأخطار والحطام. حصدنا الاغتيالات والغارات وهجوم الطائرات. أعيش الاغتراب بسبب ما نراه في هذا الزمان. لم يعد للإنسان قيمة، لم يعد للذات البشرية معنى. سكن القلق أذهاننا وتغول وحش الإرهاب رافعا راية القتال، ولم يترك للوفاق مجال. هؤلاء الذين لم يدركوا أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كم طفلا دمر، كم طفلا زهقت روحه البريئة، كم طفلا تشرد، كم طفلا يتم. ما ذنب كل هؤلاء؟ من حق غيري أن يعيش. من حقهم العيش في أمان. من حقهم الطموح والأحلام. أنهي قولي بأن الصبر جميل، صبر بلا شكوى. فاصبروا شعوب العربي، فمن المؤكد أن شمس الأمل مشرقة. أحمل اليوم رسالة شباب قد فقد بوصلة الأحلام، لكن لديه القدرة على التغيير. نحن نمتلك حلم الحياة. نحن من سنغير واقعنا، ونحن من نحتل الشوارع، ونحن من نحررها. فإما ننتصر أو ننتصر.